حادثة مقتل الشاب العربي محمد العصيبي على يد الشرطة الإسرائيلية في القدس لا تمثل الحالة الوحيدة التي يتهم فيها العرب في إسرائيل الشرطة بالتعامل معهم على نحو مختلف، بالتعامل بشكل تمييزي وأيضا يفرطون فيه باستخدام القوة. بشكل عام تجمع العرب بالشرطة في إسرائيل علاقة مركبة يشوبها غالبا غياب الثقة وتبادل للاتهامات. بالنسبة لغالبية العرب في إسرائيل لم تكن الشرطة يوما جهازا مدنيا بقدر ما هي ذراع أمنية وسياسية، شعور لازمهم من لحظة قيام الدولة إلى يومنا هذا لما مروا به من أحداث فقدوا خلالها أبنائهم أو تعرضوا فيها لما يوصف بالقمع والظلم على يد الشرطة. ظهر هذا في عدة محطات مثل الحكم العسكري والذي خلاله وقعت مجزرة كفر قاسم عام 56، وأيضا فيما أصبح يعرف بيوم الأرض عام 76، وكذلك الحال في هبة القدس والأقصى عام 2000، أحداث سقط فيها عشرات من العرب وشكلت لأجلها لجان تحقيق وتوصيات يراها العرب صورية. استباحة دم العربي كما يطلقون عليها استمرت ليسقط يعقوب أبو القيعان في النقب عام 2017، ومحمد كيوان في أم الفحم عام 2021، وابن بلدة حورة محمد العصيبي هذا العام في القدس. تجمعهم نفس التهمة التي تنفيها عوائلهم، محاولة تنفيذ عمليات. كما تتهم الشرطة بالتقصير أحيانا بشكل متعمد في فك ألغاز الجريمة المنظمة التي تزهق أرواحا بمعدل يتجاوز 100 شخص كل عام، على عكس الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي حيث سجلت الشرطة نجاحات باهرة. وحدة سيف التي شكلت قبل عام ونصف لمحاربة الجريمة سرعان ما حلت لفشلها الذريع. لا تخلو علاقة العرب بالشرطة في إسرائيل من التناقضات، إذ يعمل ويتطوع في سلك الشرطة حوالي 1000 عربي. سقط أحدهم وهو أمير خوري خلال تصدي لعملية إطلاق نار في مدينة بني براك العام الماضي. كما يطالب العرب بإنشاء المزيد من محطات الشرطة في مدنهم وقراهم لتعزيز الأمن. مؤخرا صدقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة ما يعرف بالحرس الوطني الذي يتبع مباشرة وزير الأمن القومي المتطرف تمار بن غفير، خطوة يخشى أن تكون سياسية وأن يستخدم الحرس لقمع خصوم بن غفير وأولهم العرب. حول هذا الموضوع تنضم إلينا هنا سيدة ميراف لابيتوت وهي متحدثة سابقة باسم الشرطة الإسرائيلية، ومن الطيبة ينضم إلينا سيد رضا جابر المحامي ومدير مركز أمان. أبدأ معك سيد رضا. سيد رضا، لو طلبت منك أن تلخص لي بكلمة أو بعبارة علاقة العرب بالشرطة في إسرائيل، هل بإمكان فعل ذلك وتفسير لماذا تؤمن بأن العلاقة بهذا الشكل؟ العلاقة متوترة، العلاقة هي ليست علاقة مدنية، يعني لا تحكمها المواطنة. الشرطة هي ذراع الدولي داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، ولذلك تعاملها ليس إعطاء خدمات وإنما هي السيطرة على المناطق التي تسكنها أغلبية عربية، ويعني مراقبة ما يحدث داخل هذه البلدات. الشرطة لا تحل المشاكل داخل البلدات العربية، هي تبقى فقط بنوع من المراقبة والسيطرة على البلدات العربية، هذا ما يحكم هذه العلاقة حتى هذه اللحظة. سيدة ميراف، أحب أن أسمع رأيك حول ما قاله السيد رضا، وأيضا أنت تسمعين دوما كيف يتهم العرب بإسرائيل الشرطة بأنها متساهلة جدا ومتهاونة فيما يخص عمليات قتلهم حتى لو كانت بالخطأ. أضف إلى ذلك أنه على مدار تاريخ إسرائيل لم نرى أن ملف تحقيق واحد حول تصرف الشرطة مع العرب وصل إلى نتيجة معينة. على مدار التاريخ كانت هناك لجان تحقيق مثل لجنة تحقيق أور التي بحثت في أحداث أكتوبر وتم تطبيق استخلاصاتها. لم أكن أنا ذاك في الشرطة لذلك لا أريد أن أتطرق، لكنني أعرف أن في السنوات الأخيرة الشرطة تبذل جهد كبير لتطوير الخدمات الشرطية في الوسط العربي. وجيد قال المحامي من الطيب أن هناك يعني رغبة في تطوير العمل، هناك 14 محطة شرطة جديدة في الوسط العربي، والهدف من حل ألغاز جرائم كثيرة في المجتمع العربي. صحيح لم تكوني وقتها، لكن ما الذي طبق من توصيات لجنة أور؟ من الذي حقق معه؟ هل سوئل أو قضي أو سجن شرطي بسبب تعاملهم المفرط بالقوة مع العرب حينها؟
شاطرين ومؤمنين لدينا الشمال. عناصر الشرطة يتم محاكمتهم لاستخدام العنف المفرط، يتم تقديم إلى المحاكمة بشكل كبير، وليس لأن الضحية يهودي أو عربي يتم تقديمهم إلى المحاكمة. أنا أتفهم المشاعر، لكن المشاعر لا تستند إلى المعطيات. علينا أن نذكر أمر واحد، الشرطة بذلت قصارى جهدها في تجنيد رجال شرطة من العرب وليس من الدروز فقط ولكن من المسلمين. نريد أن يكونوا جزء من الشرطة في إطار رؤية أن الشرطة يجب أن تمثل مجمل شرائح المجتمع، أن تكون مرآة للمجتمع. وشرطة التي لم أعد جزء منها تعتقد أن عناصر شرطة مسلمون يخدمون في ذات الدورية مع رجال شرطة يهود، يفهمون بشكل أفضل مجتمعهم ويمثلون المجتمع داخل الشرطة ويطورون توجهات الشرطة تجاه المجتمع. لكن علينا أن لا نقلل من مسؤولية المجتمع العربي للوضع الحالي. هناك عدة عناصر مسؤولين عن الوضع، عن هذا الوضع. نقطة مهمة جدا سوف أتي إليها، لكن أعود لأقسم الوقت بالتساوي. أعود لسيد رضا. سيد رضا، سمعت ما تفضلت بها سيدة إميراف، أيضا هناك نوع من التناقض. رغم ذلك ورغم العلاقة المتوترة، هناك من يتجند من أبناء العرب مسلمين مسيحيين أو دروز للشرطة ويطالبون بإقامة المزيد من المقرات، وفتحت أو فتح 14 مقرا جديدا للشرطة في المدن العربية. كيف تفسر هذا؟ لا أريد أن أضع الموضوع بنوع من التناقض. يعني الفلسطينيون هنا في إسرائيل هم مواطنون وهم يرغبون بحل مشاكلهم على البعد المدني للعلاقة، والشرطة هي جزء من هذا الموضوع. إنه هناك إشكالية مع الشرطة، هذا يعني يعقد المسألة ويجعل إنه هذه الرغبة، رغبة مجتمعنا بأنه يعني يتوجه للشرطة ويطلب خدمات من الشرطة، خدمات مدنية، خدمات متساوية، خدمات فعالة تعطي أجوبة حقيقية للمشاكل الداخلية. هذا واجب من عمق المواطن. المشكلة هي كما ذكرت في البداية، الشرطة هي منظومة داخل المنظومة والسياق الإسرائيلي. نحن نتحدث عن دولة هي يعني دولة يهودية، بهذا المعنى الشرطي عربي أو يهودي عندما يكون داخل هذا الجهاز، التفكير يكون بأنه يدافع عن الأغلبية اليهودية أمام الأقلية العربية. يعني هناك شيء، مشكلة بنيوية داخل الشرطة. الموضوع لا يتعلق فقط بميراف مثلا، يكون عندها نوايا حسنة، يكون هناك لبعض الضباط نوايا حسنة تجاه الأقلية. المشكلة هي بنيوية، إنه هذا الجهاز منذ الأساس أقيم على هذا الشكل، لم يغير هذا الجهاز البنية الذهنية تعيته بالتوجه للعرب. ولذلك نحن دائما نخطو خطوة إلى الأمام، ولكن سرعان ما تتراجع الشرطة خطوات إلى الوراء في سياقات مختلفة وأحداث مختلفة. منذ مثلا موضوع مقتل أبو القيعان، مثلا مقتل الكسيبي، مثلا أمور أخرى. اليوم مثلا صحيفة هارتس فحصت موضوع فك رموز حالات القتل داخل مجتمعنا، من 42 حالة قتل في سنة 2023 حتى اليوم تم فك رموز فقط حالتين قتل داخل مجتمعنا. هذا الموضوع لا يتعلق الآن، هذا الموضوع يتعلق في سياسة الشرطة. كي الشرطة عندما تضع ميزانيات وتضع إمكانيات وتضع ملكات، وذهنها تفكيرها طول الوقت يكون باتجاه حل مشكلة معينة الشرطة تحلها. المشكلة هي أن هذه الذهنية متجهة الآن ليس باتجاه الصحيح الذي يخدم مجتمعنا. أنه اللي قالته السيدة ميراف الآن هو صحيح. السنتين الأخيرتين كان هناك تزايد في فعل الشرطة في داخل المجتمع العربي، ولكن ظهور وقيادة الآن بن غفير للشرطة سأتي إلى بن غفير. هاي مشكلة حقيقية الآن. هذه سأتي إليها. قامت به الشرطة الآن يذهب أدراج الرياح. نعم، سوف أريد أن أبقى في موضوع الهيكل البنيوي للشرطة. سيد مرف، كنت تريدين أن تقولي شيئا، لكن قبل ذلك
على الأغلب لفت نظرك وسمعك ما قاله السيد رضا عندما قال نحن الفلسطينيين. الآن عندما يكون هناك قسم من العرب في إسرائيل يعرفون أنفسهم كفلسطينيين، وعندما تكون هناك لغة وثقافة مختلفة عن لغة وثقافة الشرطة، كيف يؤثر هذا على عملها؟ هناك من يشكو أن الشرطة في بعض الحالات تشجع ما يعرف بالصلح العشائري، أي أنتم يا عرب حلوا مشاكلكم عشائريا. الهدف في نهاية المطاف هو الوصول إلى حل لغز أي جريمة، وفي الطريق إلى هذا الحل أنت تحاول أن تتعامل وفق معطيات المجتمع لديك، وإذا ما تم الأمر عبر التعاون مع قيادة المجتمع العربي يمكن أن نصل إلى أمرين هامين: الأمر الأول حل لغز جريمة، والأمر الثاني هو تغيير السلوك وتغيير نمط التعاطي مع القانون والإصغاء إلى القانون. حل الصراعات ينظر إليه في المجتمع العربي أنه يتم عبر العنف، ويجب حل هذه المشكلة. يمكن حل المشاكل والنزاعات سواء العائلية أو غير العائلية عبر القانون والقضاء والحوار. في نهاية المطاف رجل الشرطة يطبق القانون، لا يهمه الشرطي الموجود في الدورية، لا يهمه إن كانت الحكومة بلون معين أو بلون آخر. عنصر الشرطة في الدورية لا علاقة له بالوزير. لكن سمعت ما قاله، من 42 حالة حلت جريمتان فقط، ولو نذكر الجريمة المنظمة في إسرائيل التي نمت ووصلت ذروتها في التسعينات تم اجتثاثها، ولا نرى هذا الأمر حتى الآن لدى الوسط العربي أو المجتمع العربي. أيضا في المجتمع العربي كان هناك تفكيك لعائلات الإجرام المنظم، وتم حل ألغاز جرائم كثيرة. صحيح أن نسبة أقل من النسبة المعمول بها في المجتمع اليهودي، ولا أعتقد أن الشرطة هي العنوان الذي يجب اتهامه. الشرطة أنجأت لواء سيف لإحباط الجريمة في المجتمع العربي، هدفه محاربة الجريمة في المجتمع العربي. وأمر لا يقل أهمية هي مدى التعاون حينما تحدث جريمة قتل. حينما تكون هناك جريمة قتل أنت تصل إلى حلبة الجريمة، لا أحد يلمس أي معطى في الميدان، ولا يتم تشويه المعطيات والشهود أو كل ما يمكن له أن يقدم العون والشهادات، يقدمون شهاداتهم. للأسف هذا لا يحدث في المجتمع العربي. أنت تصل وترى أنه تم إزالة الجثة، تم تغيير ملامح الجريمة بهدف التشويش على جريمة، ولا نستطيع تجنيد شهود عيان، ولا يتعاون شهود العيان معنا. إذا ما تغير هذا سنصل إلى نسب حلول الغاز جريمة أكبر منها الآن. لا أحد يقول أننا نستثمر أكثر موارد في حل جريمة في المجتمع اليهودي وأقل منها موارد في حل لغز جريمة في المجتمع العربي. سيد رضا، هذه تهمة دوما نسمعها مواجهة للعرب، أنتم لا تتعاونون كفاية ويتم التلاعب بالأدلة، وهذا أيضا يصعب عمل الشرطة. يعني هذا الموضوع التعاون، يعني هذه تهمة مردود على من يقول، لأنه الآن كل الإحصائيات أو الإحصائيات التي أنا كنت أعرفها قبل أشهر، هناك ازدياد كبير للتوجهات للمواطن العرب للشرطة بشكاوى، مثلا استعمال خط 100 وتوجه للشرطة رقمات الشرطة. نعم، يعني يتوجهون للشرطة ما لم يحدث في السابق، وهذا على الرغم من أن ثقتهم في الشرطة هي ضئيلة جدا، ولكن الحاجة الآن للمواطن العربي، المواطن العرب، مشان نحلوا مشاكلهم، لأنه الذي يحدث الآن هو فوضى عارمة بغياب أي سلطة تستطيع أن تضبط الأمور داخل البلدات العربية. ولكن هناك سياق تاريخي للموضوع، يعني لو الشرطة قامت بواجباتها في العشر سنوات الأخيرة لما وصلنا إلى هذه الدرجة اليوم. يعني اليوم ماذا تقول ميران؟ ماذا يقول تقول الشرطة؟ ماذا تقول الدولة؟ هي تقول وصلنا إلى درجة الآن الوضع هو سيء جدا، والتعامل معه يحتاج إلى كثير من الأدوات وتعاونكم وهكذا. ولكن هذا كنا قبل عشر سنوات. أنا التقيت في مفتشين عامين للشرطة قبل عشر سنوات وقلت لهم بأن هذا الموضوع يتفاقم بشكل أنه سيصل إلى درجة لم تستطيعوا التعامل معها
بشكل الذي تستطيع الآن التعامل معه. هذا الغياب التعامل بشكل جدي وقتها تراكم إلى هذه اللحظة، إنه الناس فقدت ثقتها بالشرطة. ومن يقوم بتغيير ملامح المكان الحدث هم ليسوا المواطنين العاديين الذين يعملون يقومون بذلك، هم ناس منخرطون في عالم الإجرام. ولذلك إذا الشرطة لم تتعامل معهم بالشكل المطلوب بإمكانيات أكبر وأكثر، يعني هي لن تستطيع هي ترفع يديها الآن بهذا الشكل. يعني أنا أريد القضية الأساسية، الشرطة بتخذلها خلقت جو وخلقت وضع سيء جدا داخل مجتمعنا، والآن بدل ما إنها تستثمر أكثر وأكثر وتأخذ أكثر مسؤولية على الموضوع، هي الآن تلقي الكرة داخل ملعب المجتمع الفلسطيني، وهذا سيء جدا. وهو رفع يدين لأنها لا تريد أن تكمل مسؤولياتها وأن تنفذ استحقاقاتها داخل المجتمع. النقطة الثانية والأساسية اسمح لي، هي موضوع أنه نعم هناك مسؤولية على المجتمع، ولكن المسؤولية على المجتمع ليس أمام المجرمين. يعني أيضا السيدة ميراب لا تستطيع أن تقف أمام مجرم صحيح. حتى في نتانيا وأن يعني تدلي بشهادة إذا الشرطة لا تعطيها أي حماية. الحماية طيب لأن الوقت يمر بسرعة. هذه الحماية هذه الحماية داخل المجتمعنا هي مفقودة، ولذلك الناس طيب. لأن الوقت شرف على الانتهاء. هذا ما كسر الثقة أمام طيب. الشرطة. لأن الوقت شرف على الانتهاء. سيدة ميراب سؤال أخير وبعجالة، القرارات الجديدة من تفتيش منازل العرب دون إذن وقيام الحرس الوطني تحت بن غفير مباشرة وزير الأمن القومي، هل سيحل المشكلة أم يزيد الطين بلة فيما يخص علاقة العرب بالشرطة؟ سؤال معقد. هذا سيسهم في فرض القانون وفي الوصول إلى محركي الجريمة، إلى تجار السلاح وإلى أولئك المنخرطون ويديرون عصابات الإجرام المنظم. علي أن أعترف أن هذا يمكن من ناحية ثانية أن يضرب الثقة المهزوزة أصلا بين المجتمع العربي وبين الشرطة، ولكن الأمر منوط بكيفية الإعلام، منوط بالقيادة العربية. إن شرحوا أن هذا جزء من الجهد لجلب الأمن والحياة التي يستحقونها، هذه ليست من الدولة، هذه خدمة، والأمن والأمان هو حق وواجب. لذلك إن يفهم الجميع أنها علينا أن نتعاون، فهذا سيؤدي إلى الهدوء وإلى النجاحات ويخفض نسب الجريمة. لكن كثيرون من القيادات العربية والمعارضة وحتى بعض أطراف من الحكومة هاجموا قيام هذا الحرس الوطني التابع لبن غفير. للأسف انتهى الوقت. أشكرك يا سيد ميراب لافيتوت المتحدث السابقة باسم الشرطة الإسرائيلية. ومن الطيبة كان معنا سيد رضا جابر المحامي ومدير مركز أمان. شكرا جزيلا لكما.